ویدیو فارسی تقدیم می کند. ببین که تفاوت ره ز کجا تا به کجا، ز کجا تا به کجا. دستور امامش باید اطاعت کنه، برگشت اما وحیت تقوم و مرتن و تقعد و اخرا. یه خورده راه می رفت، یه خورده می نشست، یه خورده راه می رفت. محاسن ابا عبدالله رو تو دست گرفته، خنده را یافته.
أدخلنا الله وإياكم، كتب الله لأهلها الخلود. وفي صحيح زيد أبي بكر رضي الله عنهما قال جاءتني أمي وكانت أمها كافرة، لأن أم أسماء غير أم عائشة، كانت مسلمة أم رومان. الوالد والأولاد والأحفاد والنساء هو بيت أبي بكر رضي الله عنه. أسلم أبو قحافة في يوم الفتح، وجاء شيخ كبير أشهده كالصحابة كالصحابة البيضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لو أقرضت الشيخ وأتيناه لكبر سنه. في رواية: لما وضع أبو قحافة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، لو جئت حتى هذه اليد يد عبدك وأن يكرمك الله بإسلامك فأفضل من أبي. في رواية رقيقة جدا في الصحيحين من حديث أبي هريرة: دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى فناء دار فاطمة يسأل عن الحسن، يقول: أثم لكع؟ أثم لكع كلمة رقيقة تقال للطفل الصغير من باب التقريب والتحبيب والملاطفة. أثم لكع؟ الحسن موجود؟ ها أهنا الحسن؟ يقول أبو هريرة: فأبطأت فاطمة، يقول: فحسبت أنها تغسله وتلبسه سخابا، يعني ثوبا جميلا، فخرج الحسن يشتد، يعني بيجري على النبي، النبي جالس في فناء دار فاطمة، فخرج الحسن يجري على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقام إليه النبي فعانقه واعتنقه صلى الله عليه وآله وسلم وقبله. اسمع اسمع، ثم قال: بأبي وأمي وقلبي وروحي. قال: اللهم أحبه وأحب من يحبه، اللهم أحبه وأحب من يحبه، اللهم إني أسألك أن تحب كل من يحب الحسن. أنا هذا دعاء مني: اللهم إنا نشهدك أننا نحب الحسن، فأحبنا يا رب لحبنا للحسن يا رب. اللهم إني أشهدك أننا نحب الحسن يا رب ونحب الحسين يا رب، فأحبنا يا رب لحبنا للحسن والحسين ولآل بيت نبينا يا أرحم الراحمين. يقول الحبيب: اللهم أحبه، اللهم أحبه وأحب من يحبه، وأحب من يحبه. وفي رواية أخرى قال: اللهم إني أحبه فأحبه،
الله، اللهم إني أحبه. الرسول يقول اللهم إني أحبه فأحبه. هذه مكانة الحسن عندنا ومكانة الحسين عندنا، وهو القائل بأبي وأمي وروحي. الحسن مني وحسين من علي، الحسن مني. حديث رواه أبو يعلى في مسنده بسند حسن، الحسن مني وحسين من علي. والحسن والحسين كلاهما من الحبيب النبي، فهما أولاد فاطمة وهي بضعة من الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. حال خودتان قضاوت کنید، خودتان قضاوت کنید.